السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب تونس أو منتخب غينيا الاستوائية اليوم بإذن الله تعالى الخميس الموافق 10 الموافق آسف 2/6/2022 2 يونيو 2022، مباراة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار 2023. متابعينا الكرام، اليوم منتخب تونس يواجه منتخب غينيا الاستوائية الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. القناة الناقلة للمباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 3 الثالثة، والمعلق المتألق عصام الشوالي. ملعب المباراة الملعب الأولمبي برادس، دور المجموعات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.